بنك الأهلي المصري طول عمره بيقف ورا المشروعات الوطنية اللي بتفيد البلد وبتفيد أهلها. وبالشعور الوطني اللي زاد فينا من ساعة الثورة، البنك الأهلي ضخ 22 مليار جنيه في المشروعات الوطنية. لكن أهم مشروع اللي احنا شايفينه النهاردة هو مشروع مدينة زويل العلمية. المشروع ده مشروع قومي للأجيال القادمة، وأهم مشروع لمستقبل مصر، وفرصة لشبابنا الذكي عشان يقدر يظهر موهبته ويقدر يخرجها ويطلعها من أجل هذا البلد. مصر لازم تقوم. أنا بطلب من كل المصريين إنهم يشاركوا في المدينة العلمية لمدينة زويل بأي مبلغ، مش مهم كبير ولا صغير. ده نداء الوطن، نداء الواجب ونداء القلوب. احنا في البنك الأهلي ابتدينا بنفسنا وتبرعنا 250 مليون جنيه عشان قناعتنا إن لازم نساعد هذا المشروع. احنا هنسانده بكل ما أوتينا من قوة وبكل ما أوتينا من فكر وعلم وقدرات. وأنا مؤمن إن الإنسان المصري هو أهم ثروة في هذه البلد. لازم نستثمر في الإنسان المصري. أهل مصر مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هيرجعوا مصر على الخريطة. بالعلم مصر على الخريطة.